ما الذي زال من الأسباب التي ثار العرب لأجلها في عام 2011 وماذا بقي منها؟ هل توقف قطار الانتفاضات العربية في المحطة السورية؟ وحان وقت قطاف ثمار الانتصار لدى الثورات المضادة؟ أم أن المشهد يخفي وراءه موجة احتجاجات جديدة؟ كيف يمكن للأنظمة السياسية العربية أن تعالج الاحتقان السياسي الذي تعيشه المنطقة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان: هل يجتاح مد ثوري جديد شواطئ العرب؟